جدا للكابتن علاء عبد العال اللي بيقود المباراه رقم 31 ليه في مختلف البطولات مع الجونه، حيث فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر في 11. تبدا المباراه بصفاره حكمنا المتطور ادي احمد امين اوف، استلام يدخل على طول منطقه الجزاء ولكن عوده لحارس المرمى اللي لفت الانظار بشان يحطها في المرمى. ننتظر ونتابع. صبر رحيل نظرات تركيز، تقدم تنفيذ لعب كرة بالراس، لسه الخطر مستمر. المرتده فين؟ علي فوزي يقود الاجبه المرتده، يلعب الكره للامام، انطلاقه موجوده ولكن مش في المكان اللي موجود فيه العجوز. ترجع تاني الكوره وياتي احد الزملاء يكملها براسه او بقدم. اتكلم على 10 كرات ثابته سجلهم هذا الموسم نادي ام بي. الكره الثابته يقرب لها حمدي، رجله الشمال مظبوطه يسيبها لعلي فوزي، يلعب كره العرضيه حلوه، الكره راسيه خطيره جدا، الكوره يطير صبحي سليمان ويبعد الكوره لضربه ركنيه. البدايه السريعه وصبيحه كاد ان ياتي بالجديد والهدف الاول لإنبي، ولكن تالق فيها صبحي سليمان، طار وطلعها بايديه على طول لضربه ركنيه. الكرات الثابته من ابرز الفرق اللي تستغل الكرات الثابته هو إنبي، وايضا ابناء الكابتن سيد ياسين اللي بيشتغلوا عليها بشكل كويس وبيتدربوا عليها بشكل كويس. كره ثابته من اليمين او ضربه ركنيه، حمدي حلوه، الكره راسيه تاني بقدمه صبحي، صبحي طلعها برجله الشمال، مش ممكن، كانت في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. لقطه كانت صعبه على صبحي سليمان من اليمين، لمسه وانطلاق، علي فوزي معاه الكوره برجله الشمال، يلف كوره تلف لبره، لسه الخطوره مستمره والحصار مستمر والحوار مكمل، والعجوز يلعب الكوره بوش رجله الخارجي يسقط في منطقه الجزاء، لسه الخطر، تسديده تخبط في الدفاع والكوره ما خرجتش، الكوره لسه في الملعب. احمد امين يلعب الكوره بالراس لسه تاني. شوف 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 الاصرار، شوف الاصرار من احمد امين، شوف الاصرار من احمد امين على مرتين، الاولى تطول هو اللي يجيبها، الثانيه تطول ما حدش بيقول له انت رايح فين. ادي التمريره اللي كانت زحلق فيها المدافع، ومن حسن حظه انه ما خبطتش الكره في ايده، اعتقد ده احمد محمود. شوف التمريره اللي فاتت دي اتزحلق ازاي براسه طلع، يعني شوف العرضيات دلوقتي جاي لها مين، جاي لها محمد حمدي. شوف عرضيه محمد حمدي بيلعبها ازاي وبيلعبها بتلف ازاي بشكل كويس. محمد حمدي على يمين او من ناحيه اليمين، نستنى بقدمه اليسرى، يتقدم يلعب الكره العرضيه حلوه، الكره راسيه خطيره جدا، رايحة عارفة طريقها على رأس كالوشة، والكورة إلى ضربة مرمى أو حامد، عفوا محمد حامد نمرة 6، كان في الكورة اللي فاتت وكان ممكن يأتي بالهدف الأول. شوف الركنية كانت من ناحية اليمين وتعامل معاها بشكل سليم بصراحة خط الدفاع. شوف يعني ضايقه في الكورة اللي فاتت عبد الجواد وقطعها من قدامه، أو عفوا ده عبد الله عبادي في الكورة اللي فاتت. محمد حامد كاد أن يسجل الهدف الأول على ارض الملعب ام بي، وده واضح، فبالتالي اذا استمر على ذلك ممكن يسجل، واذا لم يسجل هيستقبل. هي كره القدم عودتنا على كده، حمدي يحاول يلعب كره عرضيه او دويدار، والركنيه تاني لام بي، اعتقد الركنيه الرابعه او الخامسه لام بي، الركنيه لنادي ام بي. حمدي ولا فوزي اللي هيلعبها، نستنى ونتابع. كثرت الركنيات ويستمر ضغط فريق ام بي، واحمد امين اوفا يدخل المرمى يقول لك لعل وعسى الكرة تبقى مكاني في الكرة اللي جاية. الركنية الخامسة لإمبي مقابل ركنية وحيدة فقط للجونة. استنى ونتابع تنفيذ الكرة من ناحية شمال، علي فوزي هو اللي هيلعبها. في كل الكرات الثابتة كانت الكلمة أو الغلبة كانت للنادي للاعبي نادي إمبي. أدي نظرات وتركيز، تقدم تنفيذ لعب كرة عرضية خطيرة، مش ممكن مش ممكن يا كالوشة، ما لمسش الكرة، لو كان بس لمسها، لو كان بس غمزها كان هيبقى الهدف الاول، مش ممكن، لازم بشمالك يعني، كان ممكن بيمينك وتبقى بتحتفل دلوقتي، مش ممكن. الكوره كانت اسرع منه، ممكن الكوره كانت اسرع منه، ممكن ما لحقهاش. توح كمال يلعب الكوره، اي حاجه اتخطفت حاول فيها جابرييل، جابرييل هل يخطف الجونه، هل يخطف؟ ادي الدغيمي تسديده من بره منطقه الجزاء ضعيفه وبره خالص الى ضربه مرمى لمصلحه نادي إنبي. ضربه مرمى اسبوع طبعا زي ما قلنا لحضراتكم 27 من مباريات ومواجهات دوري نايل، دوري اللي بدا يعني ما لا تريث واستنى. كره من اليمين، يا سلام على ابعاد الكره الجميل من عبادي، عبد الله مع الكره، هل ياتي الجديد رضا؟ ولكن شوف عدد مهاجمي الجونه ثلاثه، ولكن يا سلام على الثقه والذكاء العالي من رضا. حلوه الايمن مكه، ارضيه ارضيه خطيره جدا، واحد وسط خمسه سته، يعني الواحد ده كان ممكن يكسب الخمسة ستة في الكرة اللي فاتت. اتلعبت عرضية من ناحية الشمال، نظرة نظرة وحيدة كافية للعب كرة عرضية بالثقة والإتقان ده، والكرة والتسديدة الأولى دي للجونة بالقدم اليسرى مقابل 9 لفريق إنبي.
الاولى كان ممكن تبقى بالهدف الاول، كان ممكن تبقى كره، هي تمريره كانت حلوه بصراحه من محمد حمدي، الحاجات اللي تخليك تقول الله غصب عنك. ادي محمد حمدي نظراته تركيز تقدم تنفيذ لعب كره عرضيه، ولكن رضا يا رضا في كل مكان، رضا صلاح في كل مكان، توفيت الكره وضربه ركنيه ولا ايه؟ ضربه ركنيه لصالح نادي ام بي من اليمين اللي بيبحث عن لدغه في ثواني ودقائق اخيره. وارد، ايوه وارد، لتتويج هذه المجهودات والضغط الشرس. كمهاجم ما ينفعش المدافع يخليك تخرج عن تركيزك، وكمدافع ما ينفعش المهاجم يخليك تخرج عن تركيزك. وخلاص يطلق صافرته الكابتن سيد شعبان. شوط اول انتهى بتعادل سلبي كما بداناه كما سننهيه، 0-0. في حراسه المرمى محمد حامد واحمد صبيحه واحمد كالوشه في قلب الدفاع، مودي ناصر والعجوز في وسط الملعب، على اليسار مصطفى دويدار، على اليمين علي فوزي، ثلاثه في المنطقه الاماميه، محمد حمدي على اليسار، مصطفى شكشك على اليمين، واحمد امين اوفا في المنطقه الاماميه كمهاجم صريح. بالنسبة لتشكيلة الجونة أصبحت كالآتي: أحمد شوشة وعبد الله عبادي وكمال أبو الفتوح في القلب، عبد الجواد وصبري رحيل وهيبقى على اليمين. نتكلم على نفس الثلاثي اللي موجود في الخط الدفاع بالنسبة للجونة. بقى في ثلاثي بقى موجود في الخط الأمامي دلوقتي: جبريل وأشرف مجدي وأيمن مك. 3-4-3 ممكن. ترجع تاني. لمسة لأحمد أمين من ناحية الشمال، حلوة التمريرة، حلوة الانطلاقة، مودي يحاول فيها، يلف يستنى عرضية أو تمريرة قصيرة، لسه الكورة أحمد أمين هيشوط، لسه خطير في منطقة الجزاء، تأخرت كتير، ولكن من جديد مودي ناصر، عرضية الخطر مستمر، دويدار عايز يشوط كورة، جول يا سلام على الهدف الجميل، ثبته وسدد الكورة بالقدم اليمنى والكورة في المرمى، هدف رائع ممتاز مميز بامتياز، يحط الكورة بالقدم اليمنى مصطفى دويدار بقدمه اليمنى القوية جدا، يثبت صبح سليمان ويضع الكورة في المرمى. هدوء ثم اللدغة بالهدف الأول. أدي الكورة لإعادة، الكل هادي، الكل مرتاح، بتلعبه بهدوء كبير، ليه مفيش تسلل؟ اللعب كمل، مودي لعبها لشبيه دويدار حط الكورة بالقدم اليمنى في المرمى. الله، في مساحة ضيقة يأتي الهدف الأول للفريق البترولي، يثبت صبح سليمان وسط الزحمة، هو يحب الزحمة. دويدار واحدة برجله الشمال والتانية برجله اليمين في المرمى. 1-0 يسجل مصطفى دويدار الهدف الأول. يتقدم يلعبها أيمن مكة، حلوة الكورة في القائم الثاني، عدت رأسية يا راجل، مش ممكن الكورة اللي فاتت عبد الله عبادي جاية لك، خرجت بره الملعب خالص بعيدة، شوف ازاي ليه ضربت مرة. لا دي مش عايز استلمها، ما كانش هيديك فرصه عادي. الكره حلوه، صبحي سليمان تاني يظهر صبحي سليمان تاني، شكشك يسند في اليمين على طول عند علي فوزي، عالي عرضيه حلوه الكوره، لو عدت جول. لا تاني، مش ممكن كوره الهدف الثاني تضيع، كوره العوده للجونه ممكن الكوره تضيع، كوره قلت عليها هدف وجول، ولكن العارضه الافقيه تتعاطف مع عبد الرحمن سمير، والكره ترجع تاني، يقطع احمد امين عذبهم النهارده. كره ترجع تاني، احمد امين حلوه الكره في اليسار، صلاح البديل هل ياكد على اوضاع المباراه؟ صلاح يستنى، لسه ليه يسدد الكره؟ وحشه قوي يا صلاح يا ابني، يا كابتن بس يا عبد، يا كابتن اسيبه يا كابتن، سدد الكره برجله اليمين، بلعب بسرعه نادي. تغيير تاني للجونه، محاولات مستمرة، ادي فرصة التعادل، عرضية جابرييل، ولكن على طول يتصدى حارس المرمى عبد الرحمن. أول هجمة وكورة في ما بين الخشبات الثلاثة لنادي الجونة، تخيل في دقيقة 73 أول كورة، شوف اتلعبت عرضية ازاي، ارتقى فيها جابرييل، لعبها بالراس ولكن في أيدي حارس المرمى عبد الرحمن سمير. في الكورة اللي فاتت يتصدى ويمنع كورة كانت في منتهى الخطورة. كورة عند نادي ام بي، رامي التماس مستني ايه؟ يلعب رامي التماس، سيف شيكا من اليسار، سيف عرضية من سيف برجله الشمال، تعدي الكرة من الكل، تمشي حجز عليها، والكرة إلى ضربة مرمى لمصلحة نادي ام بي مع نهاية الست دقايق، الوقت اللي احتسب كبدل من الضائع. 1-0 بهدف دون رد عن طريق اللاعب مصطفى دويدار، لعبها للأمام سيف، لمسة ومعاها صافرة نهاية المباراة، السيد شعبان يطلق صافرته نهاية المباراة، فوز غالي لإم بي بنتيجة 1-0 على حساب الجونة بهدف اللاعب مصطفى دويدار. نادي إم بي بيرفع رصيده للنقطة رقم 40 وبيتصدر